مرحبا بك انا احمد ضياء العبيدي اليوتيوب مانجر تاع نسات بريس حابين نعمل بروجي لجماعه البروميير اني سي بي او ام بي اي باش نعاونوهم في الشوا نتاع لورينتاسيون العام الجاي لورينتاسيون نتاعهم العام الجاي وكل دوكو باش نعملو اون سيري دي فيديو اللي باش نفسرو في كل فيديو على كل فيليير كيفاش اللي هي فيها بليزيور انترفيو نتاع عباد خلي يطرا في الفيليير هذيك باهي مساج تعرف لنا بروحك شويه رائد الفيلي انا اسيا بن حميده نقرا 3ème année في الانساب 1ère année cycle ingénieur en génie logiciel اسمي علي حموده نقرا جيل 5 وتانا في بي فهمت محمد سليم بن جبل جيل 4 وجيت باش نحكي لكم على جيل 4 واضح مرحبا بك باهي اول حاجه باش نسال هذا كي اخترت الفيلير ولا هي اختارتك والله الحق هي اللي انا اخترتها اللي هي اختارتني كيفاه صارت بالزهر هي الكونتكست الكل كنت باش نعمل ارتي انا خاطر اسهل شويه في كو مانيش مضمن السيكل في الجي وحتى في الارتي مانيش مضمنه معناها مؤخره شوي اي اما في الاخر لحظه قلت خلينا نحل جيل وبقلي عليها معناها اللي تجي تجي سعامتي انا صارت مشكله صارت غلطه في الاداره جون في التريم تاع لي ستوديون وغلطوا حطوني جيل دونك قعدت جيل واني توا جيل كات معناها مبروك عليك زلقت انا اخترت جيني لوجيسيل خاطر نحب الانفورماتيك جيت لنسات على خاطر الانفورماتيك ونكره الفيزيك كاتاستروف باهي نرجع بك بالتوالي انت باك شنيا وشنيا كانت لي كونسيكونس نتاعها في القرايه نتاعك انا باك مات لي كونسيكونس انه حسب ما فهمت حسب ما فهمت هي تجربه شخصيه معناتها ارتح حبيت تجم يقبلوها الام بي هما جماعه الدبلومات دونك بتيتر خاطرهم ما عندهمش مشكله مع المات حاجه بليزوما فوندامونتال كو سوا في الفيزيك ولا في المات و فوالا دونك بتيتر اما مدى تحليلي الشخصي مي حتى شيء ما يمنع انه اي واحد من اي باك اخرى يعمل الفيليا اللي يحب عليها اذا كان يفهم الساعه اللي ثم تشالنج معناتها لازم يقدم ويحط الاوبجيكتيف هذاك ويخدم عليه. باك انفو دونك ايفيدامون الام بي ما كانتش سهله، الام بي لا الاولى كانت سهله لا الثانيه كانت سهله. اي. الجبر السمستر الاول ما عمري ما طلعت على الدو وابار هذا معناها كي تبدا باك انفو جو تحس اللي سي بون معناها في مخك يا باش تعمل جيل يا باش تعمل ارتي. اما ريالمون في اللي حتى في اللي يمي فما برشا حاجات اللي تعلمته في الباك انفو ابليكابل فيه انا باك مات دونك المات اونيتمون هو اللي خليني نجم نخلط جيل عام الام بي نتاعي جبت 3 في اكزام على الجو دونك الحاجه هذيك خلتني نقول سي بون مانيش نخلط جيل وكي ندري اش يصير معناها اما خاطر جبت نتيت باهيه في الالجبر باهيه باهيه نجمت نتعدى جيل و صحيح عديت قبل الاخرين بشويه اما عملت الدوزيام اني لقيت روحي خاطر عندنا دي ماتيغ دو باز اليوم فيهم المات وكويفيسيون كبيره ولقيت روحي في المات وجاي اكسلي فيهم يا اخي نجمت نتعدى سيكل بالمرتاح. باهي جيل كيفاش القرايه فيها كيفاش ماتيريتها كيفاش الشارج اوغيغ نتاعها كيفاش معناها هي كيفاش بالضبط؟ الجيل بارابور لي فيليير لوخرين بارابور لي فيليير لوخرين تسمى سهل بامور شارج وبامور صعب نتاع دي ماتيير سورتو كاتريام اني العام هذايا برسمي شارج كيف على الاخر دوزيام اني كيف بارابور لي فيليير لوخرين ما فماش برشا شارج دي ماتيير ماهمش صعابة كالكل و بون لي ماتيير نفس النومبر تاع لي ماتيير مي بامور صعب ماتيريت ماهمش صعب برشا دونك هي ديجا فما برشا عباد يعملوا جيني لوجيسيل خاطر جيل سهل خاطر ما فماش برشا تعب دوكو يلقوا برشا وقت لل توسكي في اسوسياتيف وخدمه لي بيتي لي كومبيتونس نتاعو وحده دونك هذاك علاش برشا عبيت ولا كيما قلت تختار جيل خاطر جيل سهل ما فيهش برشا شارج دونك يلقاو برشا وقت حاجه اخرين المهم بالنسبه لجيل الحاجه العاديه انكم باش تقرا معناتها كيكو لونغاج دو بروغراماسيون باش تقرا لي فريم ورك ومن بعد باش تولي تمشي اكثر في الكونسيبتويل conception architecture logiciel حاجة هذوما باش تكون فكرة عندك على الريزو في على برشا سنين دونك نعرفش بتيت نسيت حاجات ما جيت زاد فكرة على السيكوريتي اللي بخلاف الاوبسيون معناتها باهي وقتاش حسيت روحك امبليكي في الدومين نتاعك في الفيليير نتاعك وقتاش حسيت روحك بالرسمي انت في لب الخدمة نتاعك على لب الدومين ولا باهي الدومين كيما حكيت لك بديت فيه قبل بديت نتعلم في برشا حاجات وحدي ملي انا في نقرا في الليسي مي ابخي الحقيقه وقتاش دخلت برشا في الدومين وفهمتو بالباهي
عام ثوازيام اني نتاعي دوب ما بديت نخو في دي بروجي فريلانس، بديت نتعرف على سوق الشغل، بديت نفهم العباد، بديت نفهم في الميليو بروفيسيونيل كيفاش في الدومين نتاعنا في جيني لوجيسيل. دونك فوالا ديما مكثرية الجيال باش يكون امبليكي برشا في الجيال دوب ما يتعدى السيكل، يعني يخرج من توسكي قرايه وكونكور وكل ويبدا يخمم في باش يلوج على خدمه باش يدبر دي بروجي كل وقتها باش يفهم برشا الميليو بروفيسيونيل وباش يفهم برشا الجيل شنو هي بالضبط. نجم تعطينا فكره اكثر على ماتيري كيفاش شنو هي الافاق نتاع الدومين نتاع الجيني لوجيسيال، شنو هي ماتيري نجم نخدم في شنو نجم نخدم، لي زوبورتينيتي لبرا لي زوبورتينيتي لهنا في تونس، لي ستاج كيفاش وكل، وكيفاش انا نجم في حد ذاتي نشوف كيفاش نخدم معني بي وشنو نخدم. هو الباقي في الجيل à partir من جيل 3 vu que ماهوش سورشارجي برشا البروغرام باش تبدا تلانسي تخدم بار تايم على روحك. دونك ابارتير حتى في الدوزيام معناها بون الدوزيام صيف معناها من الصيف الدوزيام تنجم تبدا تلوج على خدمه وتبدا تخدم. ياسر اكسيسيبل باش تلقى ستاج، اسهل في اليوم تلقى ستاج يا جي، خاطر اي بوات نتاع اي شركه نتاع اي حكايه حاجتهم بعبد راك حلهم حكايه معناها انفورماتيك في سواء ديسكتوب ابلكيشن ديفلوبمنت سواء موبيل سواء ويب سواء من عارش انا اي او تي، فما برشا حاجات معناها سورتو كو لي ستارت اب في تونس معناها قاعدين يمشيو يزيدوا والايكو سيستم تاع الستارت اب قاعد يتحسن في تونس بالكدا. دونك اكثر ستارت ابات اكثر دي زوبورتونيتي نتاع انك تدخل تعمل ستاج ولا تخدم بارتا، وانا راجل احسن فيليير في الفازه هذه. بالنسبه للجي كما اللي في اليد الكل في النسات دو موا الاربع نتاع الام بي اللي عندي عليهم فكره اكثر، فيهم معناتها امكانيات كبيره برشا، تجم تقرا تزيد ماستير عند سانكي نتاعك، برشا من صحابي قايدوا وتقبلوا وقراوا ونجحوا وخذوا الدبلوم نتاعهم، تجم تزيد ماستير برا من بعد، تجم تخرج تخدم، فليكسيبل في الوقت وسط القرايه دو تيل فاسون تجم تعمل اون باراليل اكسبيريونس بروفيسيونيل، تخدم بار تايم، ما تعطيكش ما تخرجكش فورماسيون جيل تعطيك فكره على برشا حاجات في الفيلد نتاع الاي تي اللي تجم من بعدها تخدم في دي دومين مختلفين، سواء في الداتا ساينس ولا في الديفوبس ولا سوفت وير اركيتكتشر ولا سيكوريتي انفورماتيك ولا حتى دي دومين اخرين. هما اول حاجه ريت لي زوبورتونيتي موجودين برشا في الدومين نتاع سوفت وير انجينير موجودين برشا. دونك مكثريه مش انجينير ولا بلوتو جي ال في الانسات مش باش يلقى مشكل كبيره باش يلقى ستاج ولا باش يلقى خدمه من بعد. بون خدمه مازلت ما وصلتش الحقيقه، مي انا ديجا نخدم توا في نقرا كاتريماني ونخدم يعني مع ستارت اب. دونك وبرشا يقراو معايا جيني لوجيسيل ولا قراو قبل ولا كل ديجا يخدموا من توا، يعني سوق الشغل موجود وبكثره كيما فريلانس وكل حاجه. ايه بيان سور فما فريلانس، فما اللي يلقاو دي بروجي فريلانس، فما برشا، وفما كيف اللي عندهم بار تايم جوب مع ستارت اب يعني كديفلوبر بيان سور، يعني في حاجه في القرايه نتاعنا. دونك وهما شنو لي بروفيل لي بروفيل فما بون من توا باز اي واحد باش يدخل يخدم يعني باش يكون ديفلوبر واحد يعني قاري جيني لوجيسيل من بعد الاكسبيريونس وطول الوقت باش تولي فما دي بوست اخرين سوفت وير اركيتكت كونسلتان حاجات كيما هكا يعني. مي بور لو مومون اي واحد يخرج يكون ديفلوبر يعني كيلكو سوا ديفلوبر موبيل ويب اي اي بحاجات كيما هكا يعني. العبد اللي حاب يمشي جهاد كيفاش ينجم ينجح ويكسلي فيها، معناها شنو هي التكنيكال سكيلز والاسيتس اللي لازم يكون موجودين فيه قبل ما يمشي؟ انت كيفاش تقيم النجاح؟ اذا كنت تقيم النجاح نوتات فالناس كلها تنجم تنجح معناتها. جيل ممكن تكون من اصعب الفيليرات اللي باش توصل لها خاطر في الام بي معناتها لازم تكون من الاولانيين. ما نعرفش اسكو باش تبدل توندونس السنه ولا لا، مي من بعد الجيستيون تاعها سهله على الاخر ونتصور زاد من اسهل الفيليرات خاطر ما اصحابي الكل ما نلقاهمش يلقاو مشاكل سواء في التحضير ولا في القرايه. هذا كان قيمة نجاح معناتها من وجهه نظر نوتيت وكل. بالنسبه للخدمه لازمك تلقى الاكيليبر، هذا نصيحه للزيتيديون الكل، لازم تلقى الاكيليبر وقتاش تبدا تلوج انك تعرف شويه من كل شيء وقتاش تبدا تتخصص.
هكا الوقت اللي باش توقف تتعدى فيه من الفاز الاولى للثانيه هو ما لازمش تعمله لا مؤخر برشا لا بكري برشا، لازم تعمله في وقته. الوقت هذاك ديبون من شنو بالضبط؟ ديبون من الاكسبيريونس اللي لميتها وقت اللي انت معناتها في الفاز الاولى، وديبون زاده من رؤيتك انت من بعد كيفاش ترى روحك انت بعد ما تخرج من النساء بعد ما تكمل الفورماسيون نتاعك، شو هما ليزوبجيكتيف نتاعك. دونك النجاح هو تقييم معناتها شخصي الحق نتاع ربي، معناتها ما ثماش سلم نجمو كريتير نجمو نصنفوا به الناس الكل نجحوا ولا ما نجحوش، وهذا خير من الاخر. I believe معناها انه لازم لوجيك، لازم انت تعرف تخمم جون فاسون اللي معناها tout le monde peut trouver une solution. اما انت tu dois trouver la meilleure solution. معناها اني اللي ما تاكلكش برشا كومبلكسيتي وبرشا معناها انرجي من الماكينه نتاعك وكل. جون فاسون اللي على قد ما تخدم على قد ما تلقى، لازمك ديما تخدم وديما تلوش باش تتعلم لا لوجيك دي شوز، لازمك تعرف بليزيوغ سوليوشن باش تعرف اني الخير في انا سيتوياسيون وكل. هذه بالنسبة لي أهم سكيل موجودة، وسكيل ثانية اللي هي لازم تكون موجودة هي never give up. البق الأول، البق الثاني، البق الثالث، تسهر، تصبح، تبيت، أمورك معناها بشوية بشوية تتبنيها وتطلع وجوك به معناها طول النفس. به برشا أعباد تستائل شنية الفرق بين الارتي والجيل، نسيش تفضحنا شوية مخلتش ارتي برشا برشا، أنا ما كنتش نعمل ارتي وعندي اصحاب يرتي ايفيدامون. دونك الفرق انه فما ان بلوس فيزيك، فما حاجات يحكيوا اكثر على الفينومين نتاع البروباغاسيون دي زون تاعك في الارتي اللي ما همش موجودين في الجي. وفما لاسبي نتاع الريزو دون لو سونس سينيال نتاع ريزو ونتاع خاطر نحن نقراو ريزو، اما ديفينيسيون بالنسبه لنا ريزو لي اي بي ادريسز دي بروتوكول حاجات هكاك فهمت. اما بالنسبه لهم هما سي دي زون تقيناهم احنا شويه اما مش برشا. هما زاد لاسبيك سيكوريتي انفورماتيك في الريزو في الفلير معناها اكثر من الجي، وفي الجي تلقى اكثر دي فريم ورك، تتعلم اكثر فريم وركات، تتعلم اكثر على الاركتكتور لي لوجيسيال كيفاش تخدمها، تتعلم اكثر ديف. جيني لوجيسيل تخدم على العكس نتاع الانفورماتيك والبروغراماسيون اكثر منها على الريزو. بالنسبه للارتي يخدموا التوسكي بروغراماسيون ما يتعمقوش فيها اسي كيفنا احنا، اما يخدموا زيد ريزو تيليكومونيكاسيون، دونك يقراو تريتمون سينيال والفازات هذوك الكل ما عنديش عليهم فكره. اما نعرف اللي الارتي اذا كان يحبوا يتعمقوا في البروغراماسيون يطلعوا من بعد ان بروفيل جيل زايدين لو ريزو. اما عبد جيني لوجيسيل سي با فاسيل انك تقرا الريزو وحدك خاطر فيه دي باز وكل احنا ما نعرفوهمش، باش تجم تخلط تكون اسي كومبلي هكيكا معني. باهي احنا كيما نعرف تقول انسات تقول الكلوبات نتاعها، شنو هي الكلوبات اللي في الانسات نجم يعاونوك انت باش تتحسن في الدومين نتاعك، باش تنجم تفهم حاجات ممكن الواحد اللي يقرا كهو ما نجمش يعرفهم؟ باهي الحقيقه كدومين فما باغ اكزومبل 3 او في برشا يعني في شابترز الكل نورمالمون اي فيليير يعني نجم يلقى شابتر اللي يلقى فيه روحه اللي باش تزيدو يعني باغ اكزومبل كجيل كواحد يعمل جيل فما سي اس شابتر يتعلم منها، شوف يتعلم منها الاثنين، يتعلم منها توسكي سوفت سكيلز وهارد سكيلز، يعني يتعلم توسكي ليدرشيب بدي بوست بدي بوست شيخذهم يعني تاع ليدرشيب اكسيتيرا، ويتعلم بيان سور الهارد سكيلز بتوسكي فما نعملو بون نعملو قبل اللي انا ما عادش الحقيقه اي 3 او مي فما دي وركشوب فما توسكي دي كومبيتيسيون دي هاكاتون حاجات كيما هكا يعني. ابار اي 3 او فما سيكيورينيت فما دي كلوب فما نيتينكس مديش مازال موجود ولا فما جونيور انتربريز بيان سور جونيور انتربريز الحقيقه اسمعني الجونيور انتربريز كواحد يقرا جيل باش يلقى دي بروجي باش يتعلم بالبي كيف كيف نرجع لنفس الحاجه اللي قلناها على لي 3 او باش يتعلم انتربرونيريا و هارد سكيلز فرد وقت يعني هي حاجه اكسبلوا. باهي وانت بين هذا كل شنو ناوي تعمل من بعد ما تاخذي الدبلوم؟ اسكو باش تكملي في نفس الدومين هذاك ولا تنجمي تعملي تبديل؟ بور لو مومون جربت معناها الويب جربت الموبيل وكل لقيت لي حاجه ما تستهوينيش اونيتمون. نشوف لي ان اكثر حاجه تستهويني اللي هي بعيده شويه على جيني لوجيسيل السيستيم امباركي توسكي اي او تي وسمارت هاوسز.
ونحب تسكي ديزاين وكونسيبسيون دون فاسون لي مازلت ما نعرفش بالضبط اما لازم نجرب في لي ستاج دي تي وكل باش نعرف روحي شنو نحب بعد. انا بالنسبه لي انا تو كتري دونك باش نكمل الفيلير نتاعي الاستشهر اللي قاعده ولا اكثر شويه معناها في الانسات مانيش ندم اني مشيت فيها وما كانش عندي اي فكره باش اني نبدل جيل من اي حاجه اخرى معناها اما من بعد في حياتي القديمه يعني بعد ما نكمل من قرايتي معناها ام اوبن اني نتعلم سكيلز اخرين باش نزيدهم للسكيلسات هذوما ونخلق بهم حاجات جدد ما نعرفش نجم نتعلم اي تي من بعد القديم نجم نتعلم ميكانيك باش نتعلم كيفاش نطيب ونولي نطيب وكهو نايس ماهيش حاجه تقف عليها ولا تديفيني لك المستقبل نتاعك مي اكثر حاجه تزيدها لحياتك وبارتي مهمه معناها من السكيل سيت نتاعك باش تعلمك في الكارير نتاعك اما مش كل شيء. انا في جيل عملت اوبسيون ديفوبس ماذا بيا نكمل في ديفوبس ودونك هذاك هو اللي نكمل فيه. والله الحقيقة بتاع ربي لي صعيب شوي نخرج من الدومين بوتيتخ نزيد دومين آخر على بار إكزامبل نعطيك إكزامبل فينتيك فاينانشال تكنولوجي فيها توسكي فينانس إي تكنولوجي دونك بوتيتخ نزيد حاجة أخرى نزيد يعني نتعلم فينانس ولا مندريش نتعلم حاجة كيما هكا أخرى بون المختارية وي باش نمشي في فينانس فينانس تكنولوجي فينتيك باهي وإذا قلتم مشاولها من غير غرام معناها جوست على خاطر اسمها جيل ولا خاطر الماتيريال الفيق نتاعها موجودين في تونس ولا حكاية كيما هكا ولا الفلوس من بعد شنو معناها شنو تحب تقول لهم بعد هذوكم؟ وقت اللي أنا عملت الجيني لوجيسيال بون مش حاول نجاوبك على السؤال مش نبعد شوية وقت عملت جيل في الشوا نتاعي ما في باليش بروحي باش نحب حاجة اسمها ديفوبس عند سنتين نتاعي معناتها تنجم انت عند دوزيام تاعك تكتشف اللي انت ما تحبهاش. انا عند تروزيام جي ريكونسيديري قلت زعما انا عملت الشوا صحيح ولا لا. بار كونتر من بعد بديت نرجع معناتها نحب في الحاجه اللي نعمل فيها. دونك باش تعرف ريالمون اسكو ضيعت فرصتك ولا عملت قرار غلط ولا صحيح لازم تعطيها الفيليير فرصتها للاخر. فهمت دونك هذاك هو سينو كيفاش باش ترجع بعد كيفاش باش تبدل كيفاش واحد هذايا كل واحد بالابروش نتاعو فما عباد دخلوا معنا ام بي من بعد مشاو عملوا سينما خاطر يحبوا سينما فما عباد عملوا بدوا فيليير فما عباد اللي عملت ريو مشات ميديسين ولا اللي هو دونك بون سا سي بوسيبل في العملو نتصور بركه ما معناتها كل واحد لازم يشوف كيفاش يعمل يرجع للسكه اللي يحب يمشي فيها توت فوا ما نحكموش على الفيليير نتاعنا من العام الثاني نتاعها خاطر سورتو انه عام الثاني عام ستريس اون جينيرال الناس اغلب الناس معناتها خاطر عام سيكل باسا سيكل وتو دونك فيه اكثر كره من محبه للفيليير معناتها باستكراه الفيليير ماكش تعب مانيش نحكي على الجيل نحكي اون جينيرال معناتها اما دونك عطيها فرصه باش تنجم تجاجي روحك وتجاجي هاي هو الحكايه تنجم تكون موجوده في اكثر من دومين كان جيل مي اللي باش يجي يمشي يعمل جيل جوست خاطر يعني 100% الريزون تاعها وهو الجيل فيها اثير فيها سالير فيها حاجات كيما هكا باش يجي اسيغتان مومون في حياته فما في بوان في التايم لاين تاع حياته باش يفد مش نورمال خاطر عمل حاجه ما فيهش حتى 0% نتاعها غرام ولا نتاع انتريسي بالدومين بون صحيح يتصنع الغرام في وسط من بعد يعني ما يعمل شوا مي كامام لازم من الاول فما اوموان شويه بورسونتاج نتاع انا نحب الفيليغ هذيك نتاع نعرف على الفيليغ هذيك نتاع حاجه كيما هكا يعني اوموان عندي فكره على الفيليغ خاطر باش نصدم ديريكت جوست بالفكره نتاع فيها خدمه فيها سالير فيها خدمه اكسيتيرا راهو سيغمون باش تجي سيغتان مومون في الحياة باش تفد مش نورمال باش تكره الحاجة اللي تعمل فيها دوكو تعمل في حاجة وانت كارهها ماكش باش تقدم فيها جملة باش تبقى فرد بوان ديما حابس في بوان واحد باهي آخر حاجة نحب نقولها لك فوقت الكاميرا وأعطي أنت أعطي نصيحة للعبد اللي باش يتعدى جاي واللي حاب على جاي شنو تحب تقولي له؟ بيه تحب تعدى جيل انفس لازمك never give up وشد صحيح وتحب تخلط خمامش برشا وما تقولش كان نمشي جيل بلكش متعديش سيكل وترشنية رغم انه سيكل مهم برشا ما نحبش نقص من قيمته خطر اما امشي حاجة تحبها
وكان عندك الفلوس كامل اسبري دونك جاوبي كان ما عندك شقرا روحك ان شاء الله تخلط سيكل وكان ما خلطتش سيكل حتى بليسانس راك تنجم تخدم موجود خدم راه ما تقولش ما فيش خدم موجود الخدم وتنجم تعمل اللي كنت باش تقراه تعدي 3 سنين تقرا فيه في الفاك 3 سنين هذوك تربح اكسبيريونس بروفيسيونيل تخلي كلاسيك ولا السكيلز نتاعك يطلعوا اسرع برشا صدقني معناها كان برسمي تخدمهم 3 سنين هذوكم وتخدم حاجه فريلانس تخدم حاجه على جنب وتخدم حاجه لروحك راك اللي تنجم تتعلمه في الخدمه اكثر من اللي تتعلمه في نيسات كان ما خلطش سيكل سينو كان خلط سيكل جي جي جوك بي وجيل من احسن فيليرات اللي نجم تمشي لها معنا ننصح العباد اللي تحب تعمل جيل انها تركز في البروجي اللي باش تعملها في قرايتها معناتها تحاول سامبليك باش هكاك تاخذ فكره على الفيلير من برشا بلايص حتى اذا كان انت تحب تعمل سيكوريتي مثلا وجيك بروبليم ولا بروجي نتاع ديف ولا العكس حاول كمان افهمه وخدمه خاطر يخليك من بعد في تيم تجم تفهم اكثر شنو هو السكوب نتاع البروجي الكل اللي باش تخدم انت منه شويه ويعطيك فكره على الفيلير نتاعك ولي زوبورتونيتي ميم خاطر تجم حتى تبدل راي تجم حاجه ماهيش عجبتك تولي عجبتكم بعد انت ام بي اي باش تعمل جيل برشا باش يقولوا لك صعيبه اكسيتيرا صعيبه عليك خاصه كان السيمستر الاولى عفست فيها ولا مشيتش بالبي ولا حاجه كيما هكا راهو القرايه سهله في الجيني لوجيسيل تقول القرايه سهله راهو مش نبيع في الكليم راهو بالرسمي القرايه ما فيهاش برشا شارج ما فيهاش يعني تنجم تاخذ راحتك في البيت سورتو في الدوزيام يسوفي ما فماش ستريس راهو باش تلقى راحتك برشا في القرايه يعني اي فوالا ومن بعد كان بار اكزومبل مديش كان انت تحب تعمل جيل وتخمم اسكو انا ما عملتش سيمستر ولا بالبيه ولا راهو ما يهمش السيمستر الثاني نتاعك نجم تنقذ السيمستر الاولى هذاك الكا اللي صارت لي انا الحقيقه 3 سنين تالي في الام بي اي ولا 4 سنين تالي حسيت اون توكا السيمستر الاولى نتذكر مشيتش بالبي من بعد السيمستر الثاني هزيت بها بالبي الموين الكل عملت جيل وسافا من بعد تعدينا سيكل وتعدينا الكل اي 100% اون توكا ما تخليش ستريس ياثر على الشوا نتاعك كان تحب تعمل جيل بازي شوا بيه باش تتعلم برشا حاجات كان الدومين تحبه باش تزيد تحبه أكثر كان تفهم في الدومين باش تزيد تفهم أكثر في الدومين وكا مريك يعطيك الصحة بارك الله فيك ميرسي يعطيك الصحة بارك الله فيك اللي كنت معنا اليوم عايش ميرسي بارك الله فيك ويعطيك الصحة يعطيك الصحة عايشك ميرسي مريك